صار يتحملها مارسيال كولر وخط دفاع النادي الأهلي. خط دفاع النادي الأهلي أهدوا الزمالك هدفين من وحي الخيال اليوم. لابد من وقفة من الكابتن محمود الخطيب مع مارسيال كولر، وإذا كان لديه عروض فيتفضل يمشي علشان الأهلي عنده أفضل من كده. رغم الغيابات اليوم ولكن الأهلي كان في إيده يكسب الزمالك مستريح جدا، سيطر على المباراة. غلطة في الشوط الأول كلفتك هدف، غلطة أيضا في الشوط الثاني كلفتك هدف. هنخرج بعيد عن التحكيم ولكن أنت كان في إيدك أن أنت تكسب المباراة، كان في إيدك أن أنت تخلص المباراة. ضيحت شوط كامل بتواجد أنطونيو موديست اللي أنت مقتنع به لحد دلوقتي، ليه الله أعلم. ضيحت شوط كامل بتواجد طاهر محمد طاهر أيضا اللي أنت مقتنع بيه، ليه لحد دلوقتي الله اعلم. لا بيعرف يعدي واحد على واحد، ولا بيعرف يرقص، ولا بيعرف يباصي، ولا بيعرف يسدد. ايضا أنطونيو موديست واقف في منطقة الستة مش منطقة التمنتاشر، مش قادر يتحرك. كان في ايدك تبدأ بعبد القادر، تبدأ برضا سليم، تبدأ بكهرباء اللي انت مش بدأت بيه وما لعبتوش غير دقيقتين او ثلاثة. يعني في مشكلة كبيرة عند مارسيال كولر وتعنده مع واحد زي كريستو على حساب طاهر محمد طاهر. كريستو لم ياخد فرصة، ما لعبش في المباريات الودية اللي لعب فيها أدى وكان أداؤه أفضل. ولكن في النهاية الزمالك كسب مباراة لا يستحق مكسبها، الأهلي خسر مباراة كان أفضل مما يكون. يعني الأربع مباريات الماضية اللي كسبناهم كان الأهلي بيكون أسوأ من الزمالك والأهلي بيكسب، ولكن اليوم الأهلي في أداء أفضل في الشوط الثاني بعد التغييرات، ولكن الزمالك يفوز بأخطاء دفاعية ساذجة من لعيبة النادي الأهلي اليوم.